تربيت في بيئة فنية، استلهمت منها حبي للفن. بيتنا نفسه عبارة عن لوحة تشكيلية شكلت كل أنواع الشغف فيني، ولكل قصة بداية. وبدايتي كانت مع أنامل أمي اللي كانت تلاعب ريشة الرسم لتخرج أجمل لوحة، ووقفانا مستسلمة لجمالها. في الحياة لكل إنسان رسالة، وأنا رسالتي أوصلها عن طريق الفن. إصرار عبد الغني المرزوق من برنامج سكوير أنيوال آرت إكزيبيشن.